كونك مستشار أسبق لوزارة الدفاع العراقية، يعني أريد أن تحدثني بصراحة عن حجم التنسيق الاستخباراتي ما بين الجانبين العراقي والتركي فيما يتعلق بالبككة. أستاذ أحمد، أولا يجب أن يكون تنسيق عالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. هو في تنسيق ولا ما في؟ يعني في البدء هو في تنسيق ولا ما في؟ بس نعم سأجيبك بالطريقة التي أتحدث بها. أولا التنسيق يجب أن يكون، ويجب أن يكون تنسيق مشترك ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مع الجانب التركي لمعالجة الأمور. لا، تركيا لم تقيم وزنا لهذه التنسيقات، تركيا لم تعلم الجانب العراقي عندما تقصف، ولم يكن هناك تنسيق بهذا المستوى. يعني هذا من أقل أخلاقيات العمل وقواعد قوانين الدولية التي تضبط العلاقة بين الحدود، ليس بالعراق وتركيا. كل دول العالم لا يمكن لأي عسكري أن يدخل إلى أراضي الدولة الأخرى مترا واحدا، ليس عشرات الكيلومترات، مترا واحدا لا يمكن أن يخترق الحدود إلا وفق اتفاقيات، وإلا يعتبر هدف مشروع للتصفية ولتطبيق قواعد الاشتباك التي يجب أن تتبع. لا يمكن لطائرة أن تخترق الأجواء، وإلا كيف أسقطت تركيا الطائرة الروسية عندما أدعت أنها اخترقت أجواءها وأصبحت هناك ضجة كبيرة وكادت أن تكون حربا مدمرة بين روسيا وبين تركيا عندما اخترقت طائرة روسية الأراضي التركية. هذه القواعد يجب أن تحكم العلاقة. تركيا لم تقم لهذه القواعد أي اعتبار، ولم تحترم أي اتفاقيات، ولم تأخذ بنظر الاعتبار وجود أي تنسيق بينها وبين الجانب الحكومي العراقي. لذلك الاستنكار هذا ليس الأول. نعم، كانت في البداية في السنوات الماضية استنكارات خجولة، ولكن هنا ارتفع الصوت عاليا أن تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة، وأن يكون إجراءات رادعة وصريحة. أن حتى ملاحظة السيد الصدر كانت دقيقة في أن يتم تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لكي تعلم تركيا أن الأمر جدي، أما وهي تعلم أنه لا توجد هناك ردود أفعال صارمة خصوصا عسكرية تجاه القوات التركية. نعم. وأن الظرف الدولي والإقليمي والمحلي هو في صالح. طيب سيد، نعم. معن، هل تتفق مع من يرى إذن بأن تركيا أصبحت بلدا بعقلية استعمارية عدوانية إن صح التعبير؟ قطع مياه، عدم احترام للمواثيق وحسن الجوار والاتفاقيات والتفاهمات، وجود عسكري غير رسمي، قصف وقتل الأبرياء من أبناء الشعب العراقي أو المدنيين العزل، تدخل في شؤون البلاد وما إلى ذلك. كيف من الممكن وصف هكذا سلوك؟ نعم، ستحلى ما يعزز استنتاجك أنه ليس في العراق فقط هذا الأجراء. يعني هناك الآن تدخل في سوريا أيضا، وأيضا السيطرة على آلاف الكيلومترات خصوصا بالنسبة لهم شرق الفرات، أيضا بحجة المحافظة على الأمن. أضف إلى ذلك، ما بالك هذه العمليات أيضا موجودة في شمال أفريقيا، في ليبيا على سبيل المثال، وليبيا لا تمتلك حدود محاذية إلى تركيا. إذن هذه النظرة للأسف موجودة، نعم، في السلوك التركي خصوصا اتجاه الدول العربية والشقيقة والصديقة التي تعتبرها وتتبجح بها ويتحدثون بها. هناك نظرة، وحتى القواعد الآن هناك أكثر ما يقارب 40 ثكنة عسكرية موجودة في الداخل العراقي.